أهلا بيكو في قناة الفن. من خلال الحلقة دي هنتكلم عن قانون الثبات أو invariance، والمقصود به هو القدرة على إدراك الأشكال أو العناصر من نفس النوع حتى لو كانت في أوضاع مختلفة أو أحجام مختلفة، أو حتى لو كانت ممطوطة أو فيها نوع من الضغط أو فيها أي نوع من التعديل أو التشويه سواء في الشكل أو المنظور. علشان نقدر نفهم القانون ده هنشوف بعض الأشكال اللي هتوضح الفكرة أكتر. الشكل الأول، هنقدر ندرك ماهية الشكل المرسوم على الرغم من اختلاف حجمه. في الشكل التاني برضو هنقدر ندركه على الرغم من وجود بعض التغيير في النسب. الشكل التالت، هنتعرف على الشكل في كل الصورة على الرغم من إن المنظور مختلف وفي تمدد حاصل. وفي الشكل الرابع نفس الحكاية على الرغم من وجود بعض التأثيرات الجرافيكية. طبعا احنا زي ما قلنا في الحلقات اللي قبل كده ان النظرية بتوصف لنا ازاي بنشوف وندرك الاشكال، لكن مش بتشرح آلية الرؤية او الادراك. فلو حد عايز يعرف اكتر عن نظرية الرؤية او ازاي عقلنا بيقدر يصنف الاشكال، ممكن يقرأ كتاب اسمه رؤية او فيجن لعالم الاعصاب البريطاني ديفيد مار. وبخصوص الجزء ده بالذات من الجشتلت، ممكن نقرأ من صفحة 10 في الكتاب اللي هي صفحة 15 في ملف البي دي اف ابتداء من الفقرة 3، وهتلاقوا لينك الكتاب في صفحة الفيديو على اليوتيوب. هنبتدي نشوف أمثلة من شعارات الدعاية والإعلان، وبعدها هنتكلم عن الأعمال الفنية اللي طبقت القانون ده. أول شعار هنا هو المجموعة سانجيف جوينكا. هنلاقي العلامة المرسومة في الشعار متكررة لكن بزوايا مختلفة ونسب مختلفة، ومع ذلك قدرنا نتعرف على الشكل في كل مرة. أما بالنسبة للشعار ده، هنلاحظ إن هي نفس ورقة الشرار متكررة لكن بزوايا مختلفة وأحيانا مضغوطة ونسبها مختلفة، لكن قدرنا نتعرف عليها، وبرضو حتى لو عملنا تأثيرات جرافيكية عليها زي الشفافية أو النقط، برضو هنقدر نميز شكلها في كل مرة. هنبتدي نشوف الأعمال الفنية اللي نقدر نطبق عليها القانون ده. يمكن من أشهر الأعمال اللي ممكن نتكلم عنها بخصوص الموضوع ده هي أعمال الفنان موراندي. الفنان الإيطالي موراندي مشهور جدا بتصوير الطبيعة الصامتة من خلال بعض العناصر البسيطة زي المزهريات والزجاجات، ويمكن هي نفس العناصر تقريبا المرسومة في معظم أعماله. نفس الزجاجات ونفس الأبريق اتكرروا في كذا لوحة. فبالنسبة لأعمال موراندي، إحنا هنطبق القانون ده على مجموعة من أعماله في وقت واحد لأنها نفس العناصر المرسومة في الأربع أعمال. فهنلاحظ في الأربع لوحات هنا إن ثلاث زجاجات وأبريق اتكرروا لكن بزوايا مختلفة ودرجات إضاءة مختلفة، وده طبعا أثر على الدرجات اللونية المستخدمة، وكمان أثر على لمعة الزجاج في اللوحات الأربعة. ونفس الأبريق اتكرر في الأربع لوحات لكن ظهوره مختلف في كل مرة من حيث زاوية الرسم والإضاءة وظهوره وسط أو خلف باقي العناصر، ومع ذلك قدرنا برضو ندرك إنها نفس العناصر في الأربع لوحات. ده بيوضح إن نفس العناصر ممكن تترسم بأكتر من طريقة وبأكتر من تصميم. بالنسبة للوحة الفنانة دوروثي لورنز، هنلاقي إن عنصر الكمثرى مرسوم بأكتر من زاوية مختلفة لكن قدرنا ندرك إنه نفس العنصر متكرر. أما لوحة إصرار الذاكرة للفنان السريالي سالفادور دالي، هنلاحظ إننا ممكن نطبق القانون ده على عنصر الساعة المرسومة في اللوحة، ويمكن دي من أكتر الأعمال اللي ممكن نطبق عليها القانون ده. إحنا قدرنا ندرك هنا نوع العنصر على الرغم من طريقة رسمه اللي أظهرت العنصر في حالة ذوبان، أدت طبعا لتغيير نسبه بشكل كامل وغيرت تماما الشكل المعتاد لساعة الجيب اللي كلنا عارفينها وهو الدائرة. بالنسبة للوحات اللي فيها عنصر إنساني متكرر، طبعا لو الأشخاص المرسومة ملامحها واضحة تماما هنقدر ندرك إنهم أشخاص مختلفين، لكن لو الملامح متشابهة أو غير واضحة ولهم نفس الجسم أو نفس الملابس فهنعتبرهم عنصر واحد متكرر، وهنبتدي نطبق عليهم قانون الثبات. ده واضح جدا في لوحة الفنان محمود سعيد، إن العناصر في اللوحة مختلفة من حيث الزوايا وحركة الأذرع والوجه، ومع ذلك هنقدر ندرك إنهم كلهم درويش أو إنهم بينتموا لنفس النوع أو إنهم نفس العنصر.
في لوحة الفنان سيد عبد الرسول، على الرغم من أن العناصر يمكن نفس الطول ونفس الزاوية في معظمهم، أن هم كلهم مرسومين تقريبا من الأمام، إلا أن ألوان الملابس مختلفة. وفي النهاية قدرنا ندرك أن العناصر كلها هي شخصيات تمثل الفلاحة المصرية. بالنسبة للوحة إنجي أفلاطون، هنقدر ندرك أنهم أشخاص مختلفة بنفس الملابس على الرغم من اختلاف الزوايا وحركة الجسد. أما لوحة الفنان صلاح طاهر، برغم أن العناصر متداخلة جدا وفيها تنوع شديد من حيث الزوايا والحجم والنسب، إلا أننا قدرنا ندرك أن اللوحة بتتكون من عنصر واحد متكرر، وبرغم من عدم وضوح نوع العنصر ده، إلا أننا متفقين إلى حد ما أنها عناصر من نفس النوع وأنها قد تكون بجعة. في النهاية نقدر نقول أو نستنتج أن قانون الثبات هو شيء أساسي في نجاح أي عمل فني أو أي تصميم، لأن زي ما قلنا في حلقة المقدمة أن الجشتلت بتوجد التوازن بين التنوع والوحدة في التصميم. فلو رسمنا نفس العنصر أكتر من مرة في نفس اللوحة بنفس الحجم ونفس الزوايا ونفس الدرجات اللونية، هتكون النتيجة هي تصميم ممل. لكن قانون الثبات هنا هو اللي بيمنع حدوث الملل ده، وهو اللي بيوازن بين التكرار والتنوع. تابعوا معايا باقي الحلقات علشان نقدر نفهم أكتر عن النظرية، ومستنية تعليقاتكم وأسئلتكم. لو حد حابب يبعت لي أي رسومات أتابعها معاكم، فده متاح من خلال صفحة الفيسبوك الخاصة بالقناة.